السلام عليكم اخوتي اخواتاتي مي فرير مي سور. نهار تاع اليوم نهضر 3 بوين جي سي ما نطولش عليكم باذن الله. الحمد لله عيوب مغاربه يديروا في النش والشكامه تاعنا الحركه اللي راه هنا هادو اللي جدودهم كانوا بياعه مي با جو اولمبيك وتا واحد ما يجي وتاتاتي تاتاتا تقبونا ودنينا ودنينا تقبوهم بان الحركه هادو. الحمد لله كاين 26 بيي وحطمنا الركور تاع لا بارتيسيباسيون اللي جاو دوبي لا كرياسيون لو جو دو لو جو ميتيراني الدروك حطمنا لو ركور يا بلوس دو دو لي جون كي جون بارتيسيبي. هذه الاولى. ثانيا هادو المغاربه هادو حنا حاسبين الجيري حنا نوضع على ودنينا وحنا نضربوا الزطله كاع النهار. تزفتونا نتوما فو ريسبكتي با البروتوكول. تزفتوا الناس كيما هكا يجوا في الطياره تاع المخزن باش يجوا يتزسوا علينا حنايا برا كزعقه برا برا كزعقه. غادي انا نوركم انا مغربي هذا منكم غادي هو اللي علق دو بريفيرونس هو اللي علق وسمعوا نتوما انا شاك فوا فوتكم غير الناس الاحرار هذو المغاربه الاحرار والناس اللي يبغوا التعايش ويبغوا الاسلام يبغوا العروبه يبغوا التمازيغيين توسا ماشي نتوما الشده الكفو والنفاق ومازال تخلصوا تخلصوا كي يجيكم ملك الموت شوفوا المال تاعكم المال تاعكم اشرو به الجنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية للإخوة والأخوات وإلى جميع متابعين قناتنا أسعد الله مساءكم. القنوات العار المخزنية راهم دايرين واحد الضجة إعلامية كبيرة وكاملين خرجوا ينبحوا في المواقع ديالهم وغايدهم الحال على الخبر ديال الجزائر اللي منعت الصحافة المغربية تدخل الأراضي الجزائرية وقفهم في المطار حمد بن بلة بوهرة. ومن بين هاد الصحافة اللي دخلوا مع الفريق الرياضي المغربي هما صحافة قناة شوف خيخي وقناة شوف خيخي راها معروفة باللي قناة صهيونية 100% وحتى المدير ديالها راه كان معروض في تل أبيب. ما عجبهمش الحال وبغاو يحاولوا يكبروا الموضوع وبقاو ينشروا هذا الخبر هذا في الاخبار ديالهم ويزيدوا في الكتب ديالهم. قال لك الجزائر ها منعت الصحافه وبدون مبرر وما نعرف شنو داك الكلام الخاوي ولكن الحقيقه عمرهم ما كيتكلموا بها. وبغيت نتكلم انا على هذه القضيه ونعطي رايي في هذا القرار ديال الجزائر الرد كذلك على هذه القنوات ديال العابي الطباله هادو المقموعين هادو الصحافة اللي ما عندهاش حتى الحق باش تتكلم. هادي هي الصحافة هادو راهم ماشي صحافة هادو راهم جنود ديال المخزن هادو. أولا هاد الصحفيين اللي دخلوا في وسط الرياضيين المغاربة وما عندهم حتى تصريح جايبينه معاهم. قولوا لي الخوت كاش نهار سمعتوا بصحافة أجنبية تدخل لكانش بلاد وما عندهاش تصريح بالموافقة وما عندهاش اعتماد من الدولة اللي تستقبلها؟ هادي راه ما كايناش عالميا كاع وعمرها ما صرات في حتى شي دولة. ولكن السؤال هو علاش الزريبة بعثت الصحافة مع الفريق ديالها بلا ما تطلب تصريح بالموافقة من الجزائر؟ هذه لازم نطرحوا عليها السؤال شنو هو السر. جايب 20 صحافي لو ما نعرف شحال مدخلينهم في وسط الفريق لان العدد ديال الوفد المغربي اللي جاي يلعب في الجزائر راه 135 شخص. الدولة الوحيدة اللي جايبة معها هذا العدد ما كاش اللي جاب معاه 135 شخص الا الزريبة. باش تعرفوا بلي راه ماشي 135 كلهم لاعبين راه منهم لاعبين ومنهم كلاب الحموشي باش تدوها من عندي رسمي. والسؤال الاخر كذلك نطرحوه هو الهدف من دخول صحافة المخزن الى الجزائر في السر شنو هو؟ يعني كاين حاجة اللي ماشي عادية. ثانيا علاش الحكومة الزريبة ما صرحتش الحكومة الجزائرية بأنها راها باعت الصحافة مع الوفد الرياضي ديالها؟
هذه راه ما قالوهاش، يعني كاينه حاجه راه ماشي في بلاصتها. والجزائر راه ما كتنعش على ودنيا، ما تحشيهالهاش انت. 26 دولة أجنبية جات تشارك في هذه الألعاب البحر الأبيض المتوسط، راه ما كانش دولة جابت معها الصحافة ديالها وما عندهاش تصريح من الدولة الجزائرية. هادو ولا مصيبة، هادو قرقنا فيهم هادو. هادو شوف ربي سبحانه وتعالى، احنا ما عندناش المشكلة مع العدو، العدو نعرفوه، الانمي نعرفوه، الصهيونية اليهودية قلت لكم انايا قتلوا الانبياء، قتلوا الرسل، وكذبوا على ربي، وخانوا المعاهده مع الرسول صلى الله عليه وسلم تاع الحديبه، و اسوجور ايزون جامي ريسبكتي لا لي زاكور دو لوني، اي سيتي بلوزيغ فوا كونداني لي جينوسيد والكريم كونت الفلسطينيين، ويزيدوا يقتلوا. بصح كي يطيح يطيح لو دولار، يطيح مع الدولار ان شاء الله. الرواسه ولا الشينوا يفون زيدي باه نديروا نوفو لورد مونديال، يسي لي يطيحوا لوكسيدون، والله العظيم لانديبوند فلسطينيان ما فيهاش نقاش، ولي فرونتير 1967 باسكو افيك لو نوفو لورد مونديال صاي ما كانش الهيمنه تاع الامريكان، وما كانش الهيمنه تاع الصهيونيه اليهوديه. سي بور سا سي نوت انتيري نو لي افريكان اي نو لو بوبل عرب اي لو ريست دي موند سوتوني لا ديمارش دو لا شين. On n'a pas le choix, on est, faible, ou soutenir la démarche de la Russie. On n'a pas le choix. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. Quand je contre la Russie, on a dit que l'armée était là, on a fait la courrier. Et bien, je vois les Jeux Olympiques, je vois que les gens ne sont pas là, mais ils sont là. Et les gens qui ont dit que les gens ne sont pas là, ils sont 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 là. Nous avons eu l'embargo. Nous avons eu la France, c'est là. Nous avons eu l'Espagne, زيفطوا لي زاتليت، ومام المخزن كون جا عندهم النيف هادو المغاربه ما يزيفطوش، ما يبارتيسيبوش، بصح زيفطوا معاهم الداخل لي زافي السكري. بصح كي تخرجوا من الفيلاج اولمبيك وكاع محسوسين، كل واحد موراه واحد، تروح هاك هاك تصور نرفدوك. النقطة الثانية خوتي، هادي زعمك ما تأثرت أنايا، شوفوا خلاو المساكين هادو لي زافريكان براتيكمون 2000 بيرسون، خلاوهم يتمشوا 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 حتى وصلوا لا فرونتيير تاع الاسبان، وقعدوا يضربوا فيهم. سي با بوسيبل، قعدوا يضربوا فيهم ضربوا فيهم. ايزون ديكلاري 25 مور، هما يقولوا 25 مور لي ماروكا، سيتي نا فيبل 150 200 مور، هما كيقولوا 25 متي بار 10. النهار اللي حنا لي زالجيري عقلوا عليها صافي على 2 ان ببري، كي عملنا الكار وبعثناه الحدود بين النيجر والالجيري وحطيناهم باش يدخلوا، قال لك سمحوا فيهم في الديزير غادي يموتوا، عطيناهم الماء والماكله والطبيب وناض المخزن يعاير. هم هما هادو هم يقتلوا، هادو العلويين يقتلوا بني ادم كي يقتلوا الحيوان. كاين بالك 150 مور، يدونا غير المشاكل ويصنعونا في الكروهيه مع الشعب لو بوب افريكا. داروها في البولا باسكو شافوا لو بوب افريكا و لو بوب مغربان راهم متحدين في ريزو سوسيو لا جونيس لونيفرسيتير تو سا، باش يخمو تو سا ويقول المستقبل تاع افريقيا تو سا، يدونا في البولا باش تكون كاينه لا ان اونت لو بوب افريكا و لو بوب مغربان اون جينيرال كاع، الشعب الجزائري والشعب المغربي والشعب التونسي والليبي والشعب الصحراوي والشعب الموريتاني تو سا، والشعب التونسي والشعب الجزائري تو سا، يديرونا في المشاكل. هادو العلويين راحوا قتلوا ورمدوا في ريزو سوسيو الموتى، يصوتوا فيهم ويحزموا فيهم كل حيوان في الارض كيما هكا. لا اله محمد رسول الله، ما بقاش ما يغسبس ما با لا غاسيومن، بني ادم هذو خلقهم ربي، الحيوان تحترمه. هيا ولي زيماج دو لو موند اونتي، هذه خدمة اليهود الصهيونية اليهودية، هذه خدمتها. باسكو في افريقيا كاين 3 ايطا يديروا في المشاكل، كان المخزن هذا لو غوايوم اللي صنع مارشال يوتي، ماكيسا تاع السنغال سي ان بروبليم، هي لا اونتيتي سون بيي وراه الشعب تاع راه كارهه وغادي يقلعوه بالدرع، وزيد الاخر اللي قلعوه والاخر اللي راه في الكوت ديفوار وطارا
جاو لي فرونسي قلعوا باكبو سيت ان كريتيان باكبو و جو لو ريسبكت والاخر سيت ان ميزيلمون سيت ان ايبوكريت منافق هادو تخوا زيتا غي تاع مشاكل يتريحوا بيناتهم وكي تسمعوا في الاعلان تاع فرنسا لي جورنو فرونسي يقول لك بي ايمرجون سينيغال ولا سينيغال بلي السينيغال تروح تروحوا السينيغال تشوفوا عندي صحابي عندك من لا كابيتال تتمشى ميم با 4 كيلومتر في الخلا صانعين غير لي كروند فيل ان سيغ دو 4 5 كيلومتر 6 كيلومتر باغ 6 كيلومتر لو كودي فا سي باغي هادو العلويين خطر انا قلتها وعاودتها على الشعب المغربي والشعب المنطقة تاعنا وكي نقول لكم انا يا بلوزيغ فوا نهضر هادو ربي سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم توسا ما كانش آية قرآنية ربانية المبايعة تدخل من باب الورد ما تورتش هادي الشق فوا نعاودها الشق فوا نعاود فيها باش تدخل في ودنكم إلا كانوا هادو في مدين هذا التجارة ربنا بين خالقه وراه ميت ميت تجارة فيها أدوس أمينغوس هذا المال تاعك هو اللي يشيلك الروح كل نفس ذائقة الموت وكل نفس لا تدري كيف تموت وفين تموت الإنسان في الدنيا تاعه راه عايش اون دو باساج سور تيغ الإنسان عندما يقول حب الموت حب يحب الموت حب الموت وخوف من عذاب القبر الانسان لابد يكون مصلح في الارض الموت سي تي نافير دو سكوند سي ابري لا مور والكتاب الله سبحانه وتعالى القران يطبق على المسلم شال الكافر هاد الناس هادو كوز نجمو هادو المنافقين هادو الملوك كون نجمو القران يحرفوه الحمد لله ربي نزله محفوظ وانا غادي نطرح السؤال هذا الائمه والعلماء لا في المغرب هذا العلماء المنافقين الائمه المنافقين كي يجيكم ملك الموت عيطوا الملك تاعكم يجي يسلككم انت هو اللي مينيتير اللي كنت تضربوا في الشعب في المغرب وتصوتوا فيه قد ما ياتي ملك الموت عيط الملك تاعك يسلكك هو تاع هو ديجا الملك تاعكم عرف عنده بروبليم كاع المال اللي عنده وما يداواش ما يداواش ظلم الشعب خون الشعب ده الفساد في الشعب جاب لكم الدعارة الفساد الرشوة الحقرة كلش أيوة وتقولوا بعض الأحيان خرجوا دوك العياشة عاش الملك إن شاء الله بإذن الله ربي يحاسبكم لينصر الكافر ولينصر المنافق ولينصر الخاين مصير تاع عند ربي صعيب بزاف ان شاء الله تدخلوا كاع معهم في جهنم باذن الله يا ايها المنافقين ما بغيتوش تخافوا من ربي ترحموا هذا الشعب جابيتوا الصهيونيه اليهوديه عندكم باش تسلككم اليهود هما بروحهم هذو اللي الصهيونيه هذو اليهود هما بروحهم ما سلكوش مع حزب الله وما سلكوش مع حماس مع ايران سي ميم با لا بين ما نهضروش ديجا هما راهم اون ديفيكولتي يجوا يسلكوكم انتوما موان جوي ان شاء الله انا في جوان جويي لو 17 يا ايها الشعب كي تخرج عندك 40 عام عندك 50 عام عندك 30 عام خموا على ولادكم باسكو التاريخ ما يرحمش التاريخ والله ما يرحم باسكو ولادكم كي يكبروا في غادي يكبروا في الميزانيه اكثر منكم غادي يقولوا حنا والدينا الخاص كانوا جدودنا بكري رجال وكي جاو جدودنا الزوجين رخاص هذا الملك هذا الطاغوت سمحوا لي التاريخ تاع الشعب المغربي حبس او 1912 الماريشال يوتي جاب لكم هادو قطعين الطرق كوم لي زونغلي حطوا قطعين الطرق في الخليج باري صوت تلعب لهم واحد الله يرحمه ملك فيصل كان على يقين ومات مقتول الله يرحمه باسكو هاد الناس هادو الملوك كوجاو على يقين
شنو راهم يديروا الاعمال تاعهم، اعمال الشياطين سبحان الله العظيم. انا فهموني نتوما العلماء يا المغاربه، ما طولش عليكم بزاف، طولش بزاف، الله يرحم الوالدين، نتوما العلماء والائمه اتسنتو بيان، كيف تقولوا امير المؤمنين وعارفين باللي الامير تاعكم يعيش مع رجال، باش باين نقول كلام شي مليح، الى بيان دورمير افيك لي زوم، كيف اللي هذا القران كيف تقولوا انتم تقولوا بالمقلوب، لا كيف الايه بالمقلوب، عنده حياه تاع قوم لوط، حياه تاع قوم لوط، وكان بلاصه في الاردن اللي ربي قلب عليهم الارض في لا جورداني في الاردن، الله ربي قلبها عليه على قوم لوط، عنده حياه تاع قوم لوط، وتقولوا امير المؤمنين وعاش الملك سبحان الله العظيم. حينما خموا من خموا خموا مي فريمون انتم شياطين. انا تبان لي هذا المسؤولين في المغرب كاع، هذا المسؤولين اللي راهم في الاعلان وراه في الائمه توسا، جو بونس كاع سي دي باتار، هادو كاع ما عندهم عندهم امهم بصح ما يعرفوش بوهم، باسكو جاو رجال وجاو ولاد فاميليا، كان شويه عندكم ضمير حي، كاين اللي عندهم ضمير حي راهم قتلوهم، كما قال لك واحد العالم، قال واحد العالم الزائري قال كلمه، قال لك كانت تتمتع علماء، كاين العالم يخدم النظام بقى في الاذاعه، والعالم يخدم الحق يرهجوه ولا يقتلوه يقول الحق، والعالم يقول انحياد خواف بلع على روحه في داره، مسؤولين امام الله، قريتوا 60 حزب وكاع الايات، مسؤولين امام الله، بس كون هل يجيكم ملك الموت مشي الملك تاعكم غادي يسلككم. أي الشعب المغربي خوتي خرجوا لو 17 بكل قوة، وأنا على بالي كاين رجال في الجيش يقرعوا لوكازيون ويقلبوا الطابلة بإذن الله. السلام عليكم خوتي، وتهلاو في روحكم.